أين انسحب السيد مقتدى الصدر؟ يعني عاد إلى منزله؟ عاد أين ذهب بالضبط؟ أعطينا الموقف، شو اللي صار بالضبط؟ غير اللي شفناه إحنا الآن في الشاشة. نعم، نحن الآن في منطقة حي الحسين، وتحديدا في المكان الذي استشهد فيه السيد محمد محمد صادق الصدر. حشود كبيرة من الزائرين، من المواطنين، من كل محافظات العراق توافدوا إلى هذا اليوم على أمل أن يعني تكون هناك بروتوكول معين لاستذكار هذه الحادثة. كان من المؤمل أن تكون هناك كلمة للسيد مقتدى الصدر، لكن زحمة المكان وكثرة توافد الزائرين حال دون ذلك كما شاهدتم. الآن الزائرون يتوجهون إلى يعني إلى مرقد السيد الشهيد الصدر بعد أن زيارة مكان الاستشهاد في حي الحسين. ينطلقون سيرا على الأقدام من هذا المكان، من مكان الاستشهاد في حي الحسين، إلى مقبرة وادي السلام حيث مرقد السيد الشهيد الصدر، وهم يحملون الشموع كنوع من يعني التعبير عن الحزن والاستذكار لهذه الحادثة. وبكل تأكيد يعني مشاعر مختلطة ما بين الحزن و يعني الحزن، وقد تكون هناك بعض المشاعر من الغضب حقيقة أو الزجر، باعتبار أن الكلمة سيد الصدر قد ألغيت. كان هناك يعني آمال بالاستماع على كلمة السيد الصدر، لكن حال دون ذلك وهذا ما. طيب محمد، هل لديك معلومات لربما حول ما إذا كان زعيم التيار الصدر السيد مقتدى الصدر سيقول كلمته من موقع آخر، كأن يكون من منزله في الحنانة أو من موقع من الموقع الذي عادة ما يلقي الخطابات منه؟ إلى غاية الآن لا توجد هذه الأخبار. السيد الصدر انسحب والزائرون يعني غادروا المكان، بدأوا بمغادرة المكان إلى مقبرة وادي السلام. إلى غاية هذه اللحظة لا توجد معلومات حقيقية مؤكدة حول إذا ما كان السيد الصدر قد يلقي كلمة من مكان آخر، لكن على الأغلب لا توجد هناك كلمة وألغيت الكلمة. طب هل لديك أين انسحب السيد مقتدى الصدر؟ يعني عاد إلى منزله؟ عاد أين ذهب بالضبط؟ هل لديك معلومات؟ هل هناك تسريبات؟ لا توجد معلومات، لكن على الأغلب إلى منزله باعتبار أنه حشود كبيرة وهو غادر المكان بصورة غاضبة. يعني في أغلب الترجيحات لا يعود إلى المكان نفسه، ولا حتى لا يشارك أيضا في هذه المراسم. على الأغلب عاد إلى منزله.